يقول السائل: اشتريت قطعة أرض بنية بيعها في المستقبل ورغبة في حفظ المال وغلاء ثمنها، فهل أخرج زكاتها كل سنة أم عند بيعها ولو بعد كذا سنة؟ إذا كنت شريتها بنية التجارة تريد الربح وعارضها للبيع، متى ما حصلت قيمة ترضاها تبيعها، هذه سلعة، هذه من سلع البيع، فتثمنها كل سنة، كل سنة تقومها بما تساوي تخرج زكاتها. نعم.